الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 18 من سير التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والتابعي اليوم هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، حفيد سيدنا الصديق. هذا التابعي الجليل جمع المجد من أطرافه كلها، فأبوه محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بالمناسبة أيها الإخوة، النسب تاج يتوج به المؤمن، أما إن لم يكن هناك إيمان فلا قيمة له إطلاقا إطلاقا. وأكبر دليل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب عم النبي. والدليل الثاني: سلمان منا آل البيت. سلمان فارسي، نعم العبد صهيب، أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. أي حقيقة النسب لا يعتد به ولا يفتخر به ولا قيمة له إلا إذا جاء بعد الإيمان. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. أما إذا كان هناك إيمان وأنت من أسرة شريفة، هذا تاج تتوج به. لذلك لا ينبغي أن نصغي أبدا لإنسان متلبس بالمعصية يدعي أنه ابن فلان وجده فلان ومن هذه الأسرة الكريمة، هذا كلام لا يقدم ولا يؤخر. أبوه محمد بن أبي بكر الصديق، وأمه بنت كسرى يزدجرد آخر ملوك الفرس، بنت ملك والدته، وعمته عائشة بنت أبي بكر. وفوق هذا وذاك كان تقيا عالما، نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى. وتعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا صدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. يعني أيام الإنسان يشعر لا له أسرة راقية يفتخر بها، ولا في معه رأس مال ضخم يعيش فيه حياة ناعمة. باب العلم مفتوح لكل الناس. يعني إنسان فقير، إنسان مغمور، باب العلم هذا باب بإمكان كل إنسان أن يدخل منه، وإذا دخل منه تفوق. أحد خلفاء بني أمية أراد أن يسأل عالما جليلا، هذا العالم أسود اللون، أفطس الأنف، مفلفل الشعر، وكان من كبار العلماء. وقف أحد أكبر خلفاء بني أمية بين يديه متأدبا وسأله، والعالم يجيب. فقال الخليفة لأولاده: انظر يا بني إلى ذلنا بين يديه. رتبة العلم أعلى الرتب،
رتبة العلم أعلى الرتب، رتبة العلم أعلى الرتب، يعني إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. هذا التعليق أردت منه، يعني إنسان يشكو أنه هو ما معروف، مغمور، فقير، لا حصل مجد المال ولا حصل مجد اجتماعي معين، نقول له باب العلم مفتوح لك، إذا تفوقت في العلم بإمكانك أن تصل إلى أعلى مرتبة. لا مثلا تلاقي أكبر شخصية أمام الطبيب مثل الطفل، شو ساي دكتور؟ قد يكون طبيب متفوق لكن مغمور كان في الأصل، فلما صار طبيب وتفوق أكبر الشخصيات يستفتونه في شأن صحتهم، يسألونه، خبير اقتصادي أحيانا يستشار من قبل أعلى مستوى، أحيانا خبير حقوقي يستشار، والحقيقة الذي يحكم العالم العلماء، أن الرؤساء في كل أنحاء العالم لا يتخذون قرارا إلا بعد استشارات من علماء، فالعلم هو الأساس. ففوق أنه أن أمه بنت كسرى وأن أباه ابن أبي بكر، فوق هذا وذاك كان عالما تقيا. الحقيقة في نقطة مهمة أيها الإخوة، أنت إنسان كائن تأكل وتشرب وتنام وتعمل وتتزوج وتنجب، أي مخلوق آخر له نفس الخصائص، أي مخلوق غير إنساني يأكل ويشرب ويتزوج ويعمل. طيب الإنسان إذا ألغى العلم من حياته، ألغى طلب العلم، ألغى إنسانيته، ألغى إنسانيته. يعني الإنسان إذا ألغى العلم ولم يطلب العلم الحقيقي هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى آخر. الذي يؤكد إنسانيتك علمك وأخلاقك. تذكرون أحد التابعين قال: كان قصير القامة أسمر اللون مائل الكتف غائر العينين ناتئ الوجنتين أحنف الرجل، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه، إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شربه. فالذي يؤكد إنسانية الإنسان علمه وأخلاقه، ما سوى العلم والأخلاق هو وبقية المخلوقات سيان. القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة وأفضل أهل زمانه علما وأحدهم ذهنا وأشدهم ورعا، فما قصة هذا التابعي الجليل؟ في سؤال صغير، يا ترى حدة الذهن أليست هبة من الله عز وجل؟ هبة، إلا أن الذي أعرفه أن الإنسان إذا كان مطلبه عاليا جدا آتاه الله القدرات العقلية والبيانية بحيث تلبي هذا الطلب العالي، فكل إنسان يعطيه الله من الإمكانات والقدرات والقدرات العامة والخاصة ما يتناسب مع مطلبه السمين. لا في شخص تنتهي كل طموحاته عند الزواج، تنتهي كل طموحاته عند حيازة المال، تنتهي كل طموحاته إذا حقق مكانة اجتماعية، ما له أهداف كبيرة أخروية. طب هذا الإنسان يعطيه الله من الإمكانات ما يتناسب مع هذه المطالب المتواضعة، لكن هؤلاء الذين أرادوا هداية البشر يعطيهم الله إمكانات فكرية وعقلية وبيانية تفوق حد الخيال. لذلك من خصائص الأنبياء الفطانة النبي عليه الصلاة والسلام، دعونا من نبوته ومن رسالته، شخصية فذة
يعني كان يفهم أدق الأمور ويتصرف بحكمة ما بعد حكمة. قلت لكم مرة أن أصحابه لما الأنصار وجدوا عليه في أنفسهم صار في حالة ضده، يعني ما أعطاهم من الغنائم شيئا، فالنبي سأل قال له سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم. سيدنا النبي أراد أن يعرف موقف سيدنا سعد، قال له: أين أنت منهم؟ قال له: ما أنا إلا من قومي. قال له: اجمع لي قومك. سيدنا رسول الله بإمكانه وقتها وهو من القوة بمكان أن يلغي وجودهم أو أن يهدر كرامتهم أو أن يهملهم أو أن يعاتبهم لصالحه، جمعهم وقال لهم، ذكرهم بفضلهم عليه: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم، أوجدتم علي يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. فتنة كيف النبي أولا بوفائه وبعفوه وبرحمته وبحكمته وبسياسته. فبكوا حتى أخضلوا لحاهم. مرة قلت لكم أحد الخلفاء جاءته رسالة من مواطن عادي: أما بعد فيا معاوية، مباشرة، لا أمير مؤمنين ولا خليفة ولا شيء من هذا، إن رجالك قد دخلوا أرضي فنههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. مباشرة أعطال ابنه لما قرأ سيرجف، قال له: أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. فسأل سيدنا معاوية، قال له: غير هذا أفضل. كتب: أكتب للكاتب: أما بعد فقد وقفت على كتاب ولدي حواري رسول الله، ولقد ساءني ما ساءه والدنيا كلها هين جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. يجي الجواب: أما بعد فيا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. يجيب ابنه له: يا بني شوف، بدك نبعث له جيش أوله عنده وآخره عندنا يأتون برأسه، وتروح حروب 10 سنوات. هذا الكلام الطيب أطفأ الفتنة. قال له: يا بني، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. مر معي حديث دقيق: الإنسان إذا كظم غيظه وعفا أورثه الله أمنا وإيمانا. الحديث دقيق جدا. لما الإنسان بيعفو عن خصومه ما الذي يحدث؟ أولا يبقى الطريق إلى الله سالكا، لأنه عمل عمل يرضي الله، إيمانه يزداد. ثانيا هذا الذي عفوت عنه أحبك وذاب في حبك فأنت اطمأنيت، أما لو انتقمت منه صار جوك متوتر في قلق. طبعا العنف لا يأتي إلا بالعنف، قاعدة هي، العنف لا يلد إلا العنف. لما بتنتقم المنتقم منه سيتحرك لينتقم منك ثانية، وهي سلسلة ما لا نهاية. لو يعلم الناس ما في العفو من راحة نفسية ومن سعادة ومن لم الشمل ومن تكتل الناس على بعضهم بعضا لعفوا. أما الانتقام دائما يسبب العنف الذي لا يلد إلا العنف. نعم، هذا التابعي الجليل ولد في أواخر خلافة عثمان بن عفان. هذا طفل صغير له قصة: والده عين والي بمصر، قتل في مصر والده فنقل مرة ثانية إلى المدينة. تبدأ القصة حينما يتحدث هو عن نفسه، يقول: لما قتل أبي بمصر جاء عمي عبد الرحمن ابن أبي بكر فاحتملني أنا وأختي الصغيرة
ومضى بنا إلى المدينة. هذه القصة الآن محورها أثر التربية في شخصية الإنسان. فما إن بلغناها حتى بعثت إلينا عمتي عائشة رضي الله عنها. والله أيها الإخوة، المرأة إذا قامت بواجباتها خير قيام تصنع الرجال. المرأة يعني كما ورد لما امرأة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، قالت يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي قال أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا، هي المربية، وإن ضممتهم إلي جاعوا. الآن بتلاحظ الأشخاص الناجحين في حياتهم أحد أكبر أسباب نجاحاتهم تلقوا تربية جيدة حينما كانوا صغارا. لو الإنسان قصر، التربية البيتية لها أثر كبير جدا في مستقبله. يعني إذا عنده أولاد أكبر ثروة، أعظم عمل، أكبر سعادة أن تصب كل اهتمامك عليهم حتى يتربوا تربية عالية. لأنه اسمعوا الكلام وأنا أعني ما أقول بشكل دقيق. لو وصلت إلى أعلى مستوى مالي في العالم، لو كان حجمك 40,000,000,000 دولار، لو وصلت إلى أكبر حجم من القوة في العالم، ملكت زمام الدنيا، لو وصلت إلى أكبر مرتبة دينية في العالم، صرت عالم العلماء، ولم يكن ابنك على شاكلتك تشقى به. الإنسان يشقى بشقاء أولاده. والشباب، الآباء الشباب، هذه الحقيقة لا يلتفتون إليها. أما حينما يكبر أولادهم وينحرفون يعضون على أناملهم ندما. تربية الأولاد أجل عمل يفعله الإنسان في حياته. تربية الأولاد استمرار لحياتك من بعدك. الآن حنلاحظ ماذا فعلت هذه العمة الجليلة السيدة عائشة. قال فحملتنا من منزل عمي إلى بيتها وربتنا في حجرها، فما رأيت والدة قط ولا والدا أكثر منها برا ولا أوفر منها شفقة، كانت تطعمنا بيديها ولا تأكل معنا، فإذا بقي من طعامنا شيء أكلته. سيدة عائشة، وكانت تحنو علينا حلو المرضعات على الفطين، تغسل أجسادنا وتمشط شعورنا وتلبسنا الأبيض الناصع من الثياب، وكانت لا تفتأ تحضنا على الخير وتمرسنا بفعله وتنهانا عن الشر وتحملنا على تركه، وقد دأبت على تلقيننا ما نفيقه من كتاب الله تعالى، وتروينا وتروي لنا ما نعقله من حديث رسول الله، وكانت تزيدنا برا وإتحافا في العيدين، فإذا كانت عشية عرفة حلقت لي شعري وغسلتني أنا وأختي، فإذا أصبحنا ألبستنا الجديد وبعثت بنا إلى المسجد النبوي لنؤدي صلاة العيد، فإذا عدنا منه جمعتني أنا وأختي وضحت بين أيدينا. هي السيدة عائشة. يا أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام يخاطب امرأة، يقول اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. المرأة الصالحة أولادها شهاداتها،
قد ترقى المرأة الصالحة إلى أعلى مرتبة بحسن رعايتها لزوجها وأولادها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا نظرت إليها سرتك، نظرت إليها يعني هندامة جيد، تعتني بمظهرها لزوجها لا للطريق. لكن في رواية للحديث: وإذا نظرت سرتك، ما قال إليها، يعني إذا نظرت إلى الأولاد مرتبين لابسين شعور مهندمة ثياب نظيفة، نظرت إلى المطبخ نظيف، إلى غرفة النوم مرتبة، وإذا نظرت سرتك، يعني المرأة إذا قامت بحق زوجها وأولادها فهي مع رسول الله في الجنة، أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. نعم، يعني ما كان يخطر على بالنا أن هذه السيدة عائشة رضي الله عنها بهذا الاهتمام وهذا العطف مرة ثانية. فما إن بلغنا المدينة حتى حملتني أنا وأختي إلى بيتها وربتنا في حجرها، فما رأيت والدة قط ولا والدا أكثر منها برا ولا أوفر شفقة، كانت تطعمنا بيديها ولا تأكل معنا، فإذا بقي من طعامنا شيء أكلته، وكانت تحنو علينا حنو المرضعات على الفطيم، تغسل أجسادنا وتمشط شعورنا وتلبسنا الأبيض الناصع من الثياب، وكانت لا تفتأ تحضنا على الخير وتمرسنا بفعله وتنهانا عن الشر وتحملنا على تركه، وقد دأبت على تلقيننا ما نفقه من كتاب الله تعالى، وتروي لنا ما نعقله من حديث رسول الله، عناية مادية وعناية علمية، إطعام، ثياب نظيفة، تعليم القرآن، تعليم السنة. هذه المرأة التي تهز سرير ابنها بيسراها، تهز العالم بيمناها. المرأة إذا عرفت ربها وعرفت مهمتها في الحياة شيء لا يقدر بثمن. لذلك أكبر واجب ملقى على كاهلك تجاه أولادك ما هو؟ قبل أن يأتوا إلى الدنيا أن تحسن اختيار أمهم، أن تحسن اختيار أمهم. يعني قبل ما تخصب عد للمليون، هذه أم أولادك، هذه سوف تربي أولادك أخلاقا، علما، استقامتها، عفتها، أمانتها، صدقة، تربيتها، مستواها الاجتماعي، مستواها الثقافي، شيء خطير جدا. وفي ذات يوم ألبستنا ثيابا بيضا ثم أجلستني على إحدى ركبتيها وأجلست أختي على ركبتها الأخرى، وكانت، شوف الطفل ما بينسى، الطفل الصغير ما بينسى الإكرام، ما بينسى الحنان، العطف، الرعاية، طعامه مأمن، لباسه مأمن، مريض أوامن حكمه، ثياب الشتاء جيدة تقيه البرد، غرفته تنظيفه، هذا يغرس معه. يعني حينما تخرج المرأة من بيتها وتهمل أولادها فقد خانت أمانة الله. وكانت قد دعت عمي عبد الرحمن فلما دخل عليها حيته ثم تكلمت. قال القاسم ابن محمد على ركبتها اليمنى وأخته على يسراها، ودعت أخاها عمي عبد الرحمن. فلما دخل عليهما حمدت الله عز وجل وأثنت عليه بما هو أهله، فما رأيت متكلما قط من رجل أو امرأة قبلها ولا بعدها أفصح منها لسانا ولا أعذب منها بيانا. ثم قالت: أي أخي، إني لم أزل أراك معرضا عني منذ أخذت هذين الصبيين منك وضممتهما إلي. يبدو أن أخاها حينما أخذت منه أخته هذين الصبيين يعني تألم فأعرض عنها،
فلما اعتنت بهما عناية فائقة وأصبحا في سن يكفيان نفسيهما، دعت أخاها وقالت: أي أخي، إني لم أزل أراك معرضا عني منذ أخذت هذين الصبيين منك وضممتهما إلي، ووالله ما فعلت ذلك تطاولا عليك ولا سوء ظن بك ولا اتهاما لك بالتقصير في حقهما، ولكنك رجل ذو نساء عندك عدة زوجات وهما صبيان صغيران لا يقومان بأمر نفسيهما، فخشيت أن يرى نساؤك منهما ما يستقذرنه فلا يطبن بهما نفسا، ووجدت أني أحق منهن بالقيام على أمرهما في هذه الحال، وهما الآن قد شبا وأصبحا قادرين على القيام بأمر نفسيهما، فخذهما وضمهما إليك. يعني حينما كانا يحتاجان إلى تنظيف ورعاية آثرت السيدة عائشة أن تأخذ الطفلين إليها، فلما صارا في مستوى يقومان بأمر نفسيهما قالت لأخيها: خذهما الآن طب بهما نفسا. فأخذنا عمي عبد الرحمن وضمنا إلى بيته، بيد أن الغلام البكري ظل معلق القلب ببيت عمته أم المؤمنين رضوان الله عليها. اللي بيربي أولاد إخواننا، الولد الطفل الصغير يجب أن يرضع الحنان مع حليب أمه. إذا كان الطفل هلا بتلاقي مواقف بالعالم قاسية جدا تستغرب، هل تعلم ما السبب؟ 60% من أطفال العالم الغربي أطفال زنا لقطاء، ما شرب حنان الأم إطلاقا ولا حنان الأب، لا يعرفوا، مرضعة مربية في مستشفى في مصح، لكن الأم لا شيء يعوض عن الأم. فالذي يرضع مع حليب أمه العطف والحنان هذا إنسان رحيم بصير، ما بيتخذ قرار قاسي جدا. الآن في بالعالم أعمال إجرامية فوق حد الخيال، سبب هذه تصدر عن قلوب ليس فيها رحمة إطلاقا، والرحمة أساسا يأخذها الإنسان مع حليب أمه. أيها الإخوة، يقول هذا التابعي الجليل: قلت ذات يوم لعمتي عائشة رضي الله عنها: يا عمتي، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه فإني أريد أن أراهما. وكانت القبور الثلاثة ما زالت داخل بيتها وقد غطتها بما يسترها عن العين، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا واطئة، قد مهدت بصغار الحصى الحمر مما كان في باحة المسجد. فقلت: أين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشارت بيدها وقالت: هذا. ثم تحدرت على خديها دمعتان كبيرتان فبادرت فمسحتهما حتى لا أراهما. وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على قبري صاحبيه، فقلت: وأين قبر جدي أبي بكر؟ قالت: هو ذا، وكان مدفونا عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: وهذا قبر عمر؟ قالت: نعم، وكان رأس عمر رضوان الله عليه عند خصر جدي قريبا من رجل النبي عليه الصلاة والسلام. ولما شب الفتى البكري كان قد حفظ كتاب الله تعالى، وأخذ عن عمته عائشة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء له أن يأخذ، ثم أقبل على الحرم النبوي الشريف وانقطع إلى حلقات العلم التي كانت تنتثر في كل ركن من أركانه. فروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن خباب ورافع بن خديج
وأسلم مولى عمر بن الخطاب وغيرهم وغيرهم، يعني تلقى العلم عن كبار العلماء في عصره، حتى غدا إماما مجتهدا وأصبح من أعلم أهل زمانه بالسنة. وكان الرجل لا يعد رجلا عندهم حتى يتقن السنة، لأن السنة فيها تبيان للقرآن الكريم. وربنا عز وجل حينما حفظ كتابه قال العلماء إن حفظ السنة من لوازم حفظ الكتاب، لأن السنة مبين للكتاب. ولما اكتمل لهذا الشاب البكري العلم صار معلما، قالوا تعلموا قبل أن ترأسوا، فإن ترأستم فلن تعلموا. فالإنسان في طور البناء الذاتي مهما اجتهد في ترسيخ علمه وفي تمكين نفسه من الحقائق الناصعة مع أدلتها، فهذا مما يعينه على العطاء. لم يمض وقت طويل حتى أصبح القاسم ابن محمد وابن خالته سالم إمامي المدينة الموثوقين، فقد سودهما الناس لما كان يتحليان به من التقى والورع، وقد بلغ من مكانتهما في النفوس أن خلفاء بني أمية وولاتهم كانوا لا يقطعون أمرا ذا بال في شأن من شؤون المدينة إلا برأيهما. مرة الوليد بن عبد الملك عزم على توسعة الحرم النبوي الشريف، ولم يكن في وسعه تحقيق هذه الأمنية الغالية إلا إذا هدم المسجد القديم من جهاته الأربع، وأزال بيوت زوجات النبي صلوات الله عليه وضمهما إلى المسجد، وهي أمور تشق على الناس ولا تطيب نفوسهم بها. فكتب إلى عمر بن عبد العزيز واليه على المدينة يقول: لقد رأيت أن أوسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبح 200 ذراع في 200 ذراع، فهدم جدرانه الأربع وأدخل فيه حجر زوجات النبي، واشتري ما في نواحيه من البيوت، وقدم القبلة إن قدرت، وإنك تستطيع ذلك لمكان أخوالك آل الخطاب، فإن أبى عليك أهل المدينة ذلك إذا ما قبلوا فاستعن بالقاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله ابن عمر، وأشركهما معك في الأمر، وادفع إلى الناس أثمان بيوتهم بسخاء، وإن لك في ذلك سلف صدق. هما عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان اللذان وسعا المسجد. فدعا عمر بن عبد العزيز القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطائفة من وجوه أهل المدينة، وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين، فسروا بما عزم عليه وهبوا لإنفاذه. فلما رأى أهل المدينة عالمي المدينة وإماميها الكبيرين يباشران في هدم المسجد بأيديهما، قاموا معهما قومة رجل واحد. يعني ما كان في إمكان أبدا تنهدم حجرات النبي ولا جدران الأربع إن لم يقبل هذا التابعي الجليل. هو قبل وقنع بالأمر فهدم بيده هذه الجدران حتى الناس أقبلوا على هذا العمل العظيم في توسعة المسجد. لما علم ملك الروم بعزم أمير المؤمنين على توسعة المسجد أحب أن يصانعه ويتقرب بما يسره، بعث إليه 100,000 مثقال من الذهب، وأرسل معها 100 عامل من أمهر البنائين في بلاد الروم. كيف كان المسلمين لهم شأن كبير، يعني أراد ملك الروم أن يتقرب إلى الخليفة بإرسال هذه الخبرات الفنية مع العمال. نعم. وزود العمال 40 حمل من الفسيفساء، فأرسل الوليد هذا كله إلى عمر بن عبد العزيز ليستعين به على البناء، فأنفذه عمر بمشورة القاسم ابن محمد. مر في أعرابي دخل المسجد
فقال أيهما أعلم أنت أم سالم؟ تشاغل عنه القاسم أعاد عليه السؤال قال سبحان الله، أعاده كرة ثالثة قال له ذاك سالم يا ابن أخي يجلس هناك. فقال من في المجلس؟ لله أبوه، لقد كره أن يقول أنا أعلم منه فيزكي نفسه، وكره أن يقول هو أعلم مني فيكذب، وكان أعلم من سالم، كان في أدب جم. مرة كان في منى والناس حوله متحلقون يسألونه، فيقول بعض السؤال لا أدري لا أعلم، فأخذهم العجب، فقال لهم والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمناه ما كتمناه، ولا يحل لنا أن نكتمه، ولا أن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله عليه، خير له من أن يقول لشيء لا يعلمه أعلمه. القصة مشهورة، إمام دار الهجرة الإمام مالك جاء وفد من الأندلس معه 37 سؤال، الوفد قاطع شهرين سفر، فأجاب عن بعض الأسئلة وعن بعض الآخر قال لا أدري، فما صدقوا الإمام مالك لا يدري، فقال لهم بأعلى صوته قولوا لمن في المغرب الإمام مالك لا يدري. نصف العلم لا أدري، كلمة لا أدري لا يقولها إلا المتورع، هي وسام شرف أن تقول لا أدري، أما أن تقول كل شيء أدري معنى ذلك لا تدري شيئا. لذلك يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. أتاه اليقين وهو في سن متقدمة، قصد مكة يريد الحج، وفيما هو في بعض طريقه أتاه اليقين، فلما أحس بالأجل التفت إلى ابنه وقال إذا أنا مت فكفني بثيابي التي كنت أصلي بها، قميصي وإزاري وردائي، فذلك كان كفن جدك أبي بكر، ثم سوي علي لحدي والحق بأهلك، وإياكم أن تقفوا على قبري وتقولوا كان وكان فما كنت شيئا. فالتواضع يتناسب مع بلوغ أعلى مراتب العلم والتقوى. دائما الشيء الفارغ له صوت كبير، والشيء المليء صوته خفيف. فكان هذا التابعي الجليل من أورع التابعين ومن أشدهم علما، وقد أمضى حياته بهذه الطريقة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السير عن التابعين الأجلاء باعثا لنا على طلب العلم وعلى التخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت في أول الدرس، إذا الإنسان فاته مجد المال، فاته مجد النسب، فاته مجد الشأن الاجتماعي، باب العلم مفتوح لكل من فاته هذه الأمجاد، فاتته هذه الأمجاد، بإمكانه أن يصل إلى أعلى المراتب عن طريق العلم. أختم كلمتي، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.